دين عليه نظرة. اليوم نزيده نتعمقه فيه. تعريف التوقف. الله، شو التوقف؟ زيد توقف. تبقوا معنا. التوقف والوقوف. التوقف في قانون المرور هو ماذا؟ هو نزول وركوب الأشخاص. نزول وصعود الركاب. هو نزول وصعود الركاب. زيدوا وحمل ووضع السلع. مفهوم؟ حمل ووضع، سلام، حمل ووضع السلع مع استعمال غماز اليمين، مع استعمال غماز اليمين بدون ان يترك السائق للعرب. وترك المحرك شغال لمده زمنيه قدرها اقل من 15 دقيقه. ربع ساعه، ربع ساعه، اللي هو ماذا؟ التوقف. هيا نكتبوا هنايا عندنا التوقف. هذا اللي هو هذيك سيب. هيا اكتب التوقف. هو ماذا؟ هو التوقف. هو صعود ونزول. صعود ونزول الركاب. صعود ونزول الركاب. زيدوا شحن. زيدوا هو نزول، هو صعود ونزول الركاب، وحمل ووضع. واحد جيت هنا وحمل ووضع السلع. حمل ووضع. حمل ووضع السلع. هيا حمل ووضع السلع مع استعمال غماز اليمين. اليمين باش نستاسيوني. تستاسيوني على لا. مع وضع اكتب. مع وضع غماز ولا استعمال؟ مع استعمال غماز اليمين. اليوم استعمال غماز اليمين. زيدوا غماز اليمين. مع استعمال غماز غماز اليمين بدون ان يترك السائق العربة، وترك المحرك شغال بدون ان يترك السائق العربة. ما ينزلش منها تما. قادر ينزل منها بصح تكون مقابلة اللوطو، ما يكونش بعيد عليها كما يقولوا. دائما على عين. مع ان يترك بدون ان يترك السائق العربة. زيدوا وترك المحرك شغال لمدة زمنية قدرها شحال؟ وترك المحرك شغال لمدة زمنية قدرها شحال؟ 15 دقيقة، أقل من 15 دقيقة. أقل من 15 دقيقة. 15 دقيقة. زيدوا 15 دقيقة. في اللغة العربية التوقف هو يدي مساء، ويدي كما نقولوا يدي مدة زمنية كبيرة. توقف. والوقوف هو زمنية، مدة زمنية قصيرة. بس في قانون المرور التوقف هو اللي هو راري، اللي هو مدة زمنية صغيرة 4 ساعات. هذا يسموه التوقف. بون نفسروها بالدارجة. أنا مين نكون جاي في الكار؟ أنا جاي في الكار، أنا نسوق وجاي في الكار. هذا الريسيفر تاعك، هذا الريسيفر راه يخدم معاك، وانتوما اللي راكم راكبين بخير. وصلنا رانا عند السطاط، دخلنا الاستديو ورانا عند السطاط. خويا منا بينزل عند لاكوست، ولا انتوما بتنزلوا في لاكوست، صحيح؟ مع من تهدر؟ تهدر مع الشوفار ولا مع الريسيفر؟ مع الريسيفر. وانا ما تهدرش معايا؟ تهدرش معايا انا؟ ما تهدرش معايا؟ ما تهدرش معاك تاك تسوق. الشوفار؟ مبلوع. فهم هذا عندك هو همزة الوصل بين السائق والركاب.
انت يا راعي تقول له عندك لاري وين في لابوست؟ احنا شنو نقولوا؟ نقولوا عندك ستاسيون ولا عندك لاري؟ عندك لاري. صاي من بكري ملي كنا صغار تعودنا على كلمه لاري. لاري ولا قال عندك لاري ولا غاري؟ غاري في ديك البلاصه. هو غادي يلونسي لي يقول لي عندك لاري وين في لابوست؟ انا يا شوف فاش لازم ندير؟ ندير غماز تاعك اول حاجه شنو ندير؟ نفريني ولا ندير كليونطو؟ ندير كليونطو. كليونطو باش نعلم اللي ورايا بلي يا غادي ندور انا اش ميطرات ولا يا غادي ندور يا غادي نحبس. هانيش مفهوم؟ ندير كليونطو تاعي هذا اللي ورايا شنو غادي يفهم؟ ناقص السرعه غادي يعرف بلي اللي قدامه بلي غادي ينقص بالسرعه اش يدير هو ينقص اللي ورايا باش ينقص لازم هو ينقص بالسرعه باش انا ننقص. كيف يفهم السينيال؟ فانا نقدم شويه ونروح ندير لاري في المكان اللي مسموح به ولا والبلاكه اللي باش دير فيها لاري هذه مفهوم بلاكه تاع لاري رانا قريناها ورانا شفناها مازال نزيدو نشوفو. انا شاني اول حاجه ندير الغماس في نقطه تاعها ومن بعد نروح ندير لاري في اللوحات تاع ممنوع الوقوف بسمه التوقف ستاسيون مو انتيردي لاري اوتوريزي مفهوم ولا طروطوار يكون احمر وبيض ابيض وتلقى بلاكا تاع لاري تاع 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 الحافله شنو ندير نحبس نحبس ومن بعد نحل الباب تاع الكار لو سيفر فوالا لو سيفر ولا داخل الاوتوماتيك في الكار شنو يديروا الركاب ينزلوا وش ينزلوا معاه؟ سلعه باكراج كي ينزلوا هادو؟ كاين الناس راهم في لابوست باغي يطلعوا لفوق صاي باغي يطلعوا للدوار باغي يطلعوا لفوق اللي باغي يطلع الباطيمات اللي باغي نزول صعود طيب يعني نزول وصعود الركاب حمل ووضع السلع مع استعمال الغماس انا نكون داير كليونطو انا شوف انا نكون نروح نخرج من الكار ونروح نبقى في الكار تاعي يعني. ولا نقدر نخرج بلا ما ننزل غير الماء بلا ما الناس راهم يطلعوا ويهودوا. مفهوم؟ انا راني نازل. لك عندك لاري تاع 10 دقائق ولا تكفي. فوالا وترك المحرك شغال. شغال. شحال الوقت؟ اقل من 15 دقيقة. اقل من ربع ساعة. هذا يسموه التوقف. عندنا هذا شارجمون او ديشارجمون دي فيكيل. مفهوم؟ وعندنا لا مونتي لا ديسون دو باساجي. واش عندنا ثاني شوفير كونديكتور دو راستي هنا لا بروكسيميتي دي فيكي يعني الشوفير ما لازمش يبعد على العربه كي نقولوا فيكي العربه سواء تكون كار ولا كاميو ولا باكسي ولا عربه سياحيه المهم ما لازمش يبعد العربه اللي راه فيها هذا هو لاري ولا يسموه اتو نروحوا نكتبوا ستاسيون اللي هو الوقوف شنو الوقوف؟ ستاسيون شنو الوقوف؟ قلنا الوقوف ما معنى الوقوف؟ طيب هذه زعما كي تكاري عندك مدة طويلة تكاري فيها ماما بلاصة ستاسيون فيها الوقوف هو قلنا ماما جيتو السبت جيتو شنو قلنا؟ قلنا الوقوف هو ترك السائق للعربة كليا هو ترك السائق للعربة كليا وإطفاء المحرك نهائيا هو ترك السائق للعربة كليا وإطفاء المحرك نهائيا زيدوا كليا معليش كليا ترك السائق للعربة كليا وإطفاء المحرك نهائيا زيدوا زيدوا قواعد اسبقيه واحتراق دونك نكتبوهم ومن بعد نشرحوهم يعني كلمه ونهائيا اطفاء المحرك نهائيا واحترام قواعد الاسبقيه احترام قواعد الاسبقيه عندنا ريسبكت لهذاك دو سيركيلاسيون واحترام قواعد الاسبقيه زيدوا هنايا واحترام قواعد الاسبقيه واتخاذ الإجراءات اللازمة بالوقوف اللي هو ستاسيونمون
يكون اكثر من ربع ساعه. اتخاذ الاجراءات اللازمه اتخاذ الاجراءات اللازمه. ها بالعكس شنو نشوف كيف هذه نعاودوها نشرحوها بطريقه اخرى. قلنا الوقوف ستاسيون هو ترك السرق العربة كلي صحيح فهمناها. ستاسيون هو ترك السرق العربة كلي وإطفاء المحرك نهائيا. بصح أرجع عندنا شروط كاين دي كونديسيون لازم نتبعوهم. شنو هي هذا الشروط؟ قال لك مع احترام قواعد الأسبقية. ما معنى كلمة احترام قواعد الأسبقية؟ كل هذه الأمور في قاعد. كيف قواعد الأسبق؟ قواعد الأسبقية في ماذا؟ في ماذا ي... شو هي قواعد الأسبقية؟ أي قواعد الأسبقية؟ قواعد الأسبقية نقدر أنا نستاسيوني عند بلاكار تاع ستوب، نقدر نستاسيوني عند الإشارة حتى خلي عن طريق. تخلي عن طريق؟ لا. عند الفروج؟ لا. عند لابوست ولا لاميري ولا ما نقدرش. هذو ما قواعد أسبقية. ما نقدرش نستاسيوني عند دودان، عند ممهل اللي هو رونتيسر، ولا عند ممر راجلين، ولا نستاسيوني في طريق ضيقة. عندك بلاصة تستاسيوني. فهم. ولا نستاسيوني في عند إشارة تاع الاتجاه الممنوع سونس انتيردي. هذو ما لازمش نستاسيوني، لازم نستاسيوني في أماكن تسمح لك بالوقوف. يسموها احترام قواعد الأسبقية. كاين اللي يستاسيوني عند تقاطع الطرق، في ملتقى تقاطع الطرق يستاسيوني ويروح يتقهوى ولا يروح يشري ولا يقضي حاجة. ما يحوش عليك كاع. ما يحوش عليك كاع، تبغي الدور نتايا يماسكي لا فيزيبيليتي في لا دروات. ولا لا كان في لا سيركيلاسيون سونسينيك يقدر يستاسيوني على دروات ويستاسيوني على اليسرى. كي تكون بريكريت دي يقدر يستاسيوني على اليمنى ولا اليسرى. دي فوا يماسكي لا فيزيبيليتي في لا غوش. ولا يماسكي لا فيزيبيليتي في لا دروات. انت باش الدور لازم تخرج الله تاع الوضوء وتقعد تطل منا وحالتك لحال. علاه؟ كاش احترام. فوالا هنايا احترام قواعد الاسبقيه. لازم نستاسيوني في بلاصه مسموح تستاسيوني فيها. كي نلقاو ما كاش ديرونج نلقاو توقف النصف الشهر، الوقوف النصف الشهري، ولا نلقاو ستاسيون ادير ليميتي افاك كونترول بارديز غراتوي المنطقه الزرقاء ما نقراوها، ولا نستاسيوني عند لابير والامبير ستاسيون اوتوريزي هنا بريمير كانزان كونتي بار، وكاين دوزيام كانزان كونتي امبير، من بعد نقراوها من الاعداد الزوجيه والفرديه. وكاين اشاره يقول لك خروج من منطقه كان فيها الوقوف ممنوع يعني تستاسيوني. ولا راني نمشي لقيت هذوك لي بوردير تاع التروطوار لي هذوك الارصفه تبع اللون تاعو كيكون داير حمراء وبيض. لا هذا الحمر وبيض لاري تعرفوا سي اه لاري كيكون ابيض فوالا كي نلقاوها كاع ابيض كلي نقدر تما نستاسيون مفهوم. في حالة ما اذا لقيت بلاصه بان ستاسيوني فيها ودرت اتخاذ ودرت واحترمت قواعد الاسبقيه احترمتها تبقى لي الاجراءات اللازمه. كيف الاجراءات؟ انا من الستاسيوني دير براون فوالا درت الكليون رو تاعك هيا وراك الستاسيوني وزيرت لينك انت يا راك زيرت على التروطوار فوالا باغي تنزل وين تشوف؟ تشوف على ديك تشوف في التروفيزور تاعك التروفيزور الانتيريور اللي يكون الداخل المرآة العاكسة الموجودة بالداخل داخلية وكاين المرآة العاكسة في الخارج في لاكوش ليكستيريور مفهوم. هذا يسموهم فيزيون انديريكت شوفوهم بالتروفيزور بالتروفيزور مفهوم. نشوف الداخل ونشوف على لاكوش تاعي على قادر تحل الباب تاعك بلا ما تشوف يجي واحد موراك يقلع عليك الباب يقلع عليك الباب ها هو انت الفوتيف تحلي ديريكت الباب والباب كبير كاين اللي فيه متر كاين اللي فيه 23 شنو يدي الطريق الطريق ماهيش حاجه كبيره الطريق مادام راك دي وتجيب راهي ضيقه راهي كدير ضيقه
لازم نشوف البروفيزور تاعي من الاطلاع بيسار كيما نقاو له مورايا ننزل ومن بعد نروح نشوف اللوطو بالك قلت لكم احتمال نكون انا يا غاري واش هذا هذه هي الطريقه غير بان قادر انت يا تكون هنايا كاين اللي بعدها نجو هنايا هذه راهي طلع هذا يقدر يبعدها التروطوار بزاف ولا يلصقها في لي بوردير تاع التروطوار ولا كان يستاسيوني هكا كونجي هكا مكاينش من هذيك كاين اللي يعرفش كاين يستاسيوني هكا كاين جديد هو اللي كنا في ديكاري لاني هكا كاين اللي ناقص هو اللي كاع كسر لنا واحد جديد عندك خاطر به ولا كاين اللي يهيب كاين اللي من يلقى سيركيلاسيون ويلقى دوكم برومو ويلقى الواطا وكاع على بالك في حاله ما اذا كانت لوطوها اذا كان ماش افون معليش قادر يجي هكا مارش افون يزيرها بصح في حالة مائدة مشاريع هو كانوا هنايا دي فيكي مورا يقدر يجي منا ومن بعد يحبس هنا شنو يدير؟ يدير مشاريع يدير مشاريع كي يدير مشاريع يخاف انه يتوشي تروطوار يبعدها هكا يتصرى كاع تصرى معليش هو من يشوف التروفيزور ولا يدير اذا مورا كرسي ولا كلشي بالتروفيزور من يقعد يولي هو يحس روحه بلي غادي يتوشي تروطوار بصح هو راه بعيد يبراكي كاع على اليسرى ومن بعد شاهين يولي هاك او اتباه من بعد 60 سنتيمتر ولا 70 سنتيمتر على التروطوار هو لازم ينزل ويشوف لوطو اول حاجه لازم يسقمها ولازم يخلي 25 سنتيمتر اللي هي 10 تاع المصلحه 15 تاع المصلحه و10 تاع الكريك مفهوم يا خويا انا ما نخليش ديك 10 تاع الطريق انا نخليها قد تاع الساقيه تاعنا 15 بزاف خليها 15 الله يجعل البركة بلا ما نخلو بلا ما ماشي بالمليمتر غير خلي ديك الحساب وصايي ماشي نلصقها في لي بورد ديال التروطوار ما نلصقهاش في التروطوار وما نبعدهاش بزاف مفهوم وهنايا ماشي نلصقها في اللي قدامي خاطش قادر واحد يجي موراك يزيرك بالله عليك هذا يسلك وهذا يسلك تبقى مزيرك هذا بالك مع هذو راهم صحاب دخلوا القهوه راهم يتفرجوا في بارتية تاع البارسا والريال والبارتية تاع البارسا والريال شحال تقعد؟ جوج سوايع وزيدوا يدابزوا مورا القهوة خاطش على هذا كي سيبورتي ميسي وهذا كي سيبورتي رونالدو مفهوم واحد يربح لازم يدابزوا هذا كيدو الدراهم مفهوم انت يضربوا لك الوقت خير عليهم ايوا وحنا ندابزوا يدابزوا ساعة يتفرجوا الماتش ساعة ونص ويدابزوا شحال؟ سي ساعة زعما شحال تولي؟ جوج سوايع ونص ومن بعد يتفاهموا ويجوا وتسيبوك تقارع هنا مفهوم كي تجي هنايا يسيبوك دير كيلا شما وتقارع شحال بس تولينا مفهوم شنو ندير؟ انايا خلي شويه من عندي هذا وشويه من عندي هذا يبان لك الكوردون مفهوم على الاقل خلي متر وعشرين على الاقل خلي الاقل متر ولا متر متر و20 متر و30 راك في انت تقال ليش يجي يسيرك من مورا دابا انت ما تحوش عليه هذا اللي موراك تحوش عليه عندك يتخرج دابا معايا ما تحوش عليه تحوس لي قدامك هذا اللي قدامك لازم تخلي هذه المسافه علاه انا ما غاديش نقول لك بالسنتيمتر انت تخليها كيف خليها قد ما تخرج خلي متر متر و20 متر و30 قد ما تخرج كي يبان لك الكودرون راك قاعد في الكرسي تاعك تعرف اللي بان لك الكودرون شادير ولا كاع نقولوا كاع يبان لك الماتريكيل تاع اللوطو اللي الماتريكيل هي مفهوم شادير حبسها طفي الموتور تاعك طفي اللوطو ولا حب بلا لوطو وسهل انت هذه اللي مورا تحوش عليك خليه زين كاع كي يخرج هو لا زيرك الا جا واحد مورا يزيره تبقى عندك ماشي معاه انت كي تخرج مريح مفهوم هذا هو ستاسيونمون يسموه ستاسيونمون هذا هو اتخاذ الاجراءات اللازمه به للوقوف اتخاذ الاجراءات اللازمه للوقوف دروك عندنا انواع الوقوف والتوقف انواع الوقوف والتوقف اكتب بالاحمر ونكتب مختلف الوقوف والتوقف مختلف الوقوف والتوقف البطارية بروحها غادي
نزيدو انا مختلف الوقوف والتوقف. خليت تعود وحدها دوري تكمل. واه انت الحفره 25 روح روح. انا مختلف الوقوف والتوقف. التوقف اي شغال فرق مش كاين لا فرق كاين شويه لا لا فرق دي مودي. عندنا مختلف الوقوف درت اقلام الحاليه بدات تزيد بدات تزيد الوقوف التوقف والشيخ مراشي الحق هكا بصح هادو كاع صوالح حنا نقراو فيهم على الاقل دو 40% 50% انا نعطيكم كلش وانتم دوم طرفات شحال بزاف 50% مليحه 50% مليحه 50 ماشي 100 50% مليحه هاي على الوقوف اكتبها باللون هذا مخالف على الوقوف والتوقف العمودي الوقوف والتوقف العمودي اكثر ما تزيرش عليه باسكو شنو ما عنديش الوقوف والتوقف العمودي الوقوف والتوقف العمودي الوقوف والتوقف العمودي جماعة خليه يكتب طيب خليه البك إذا زعف قعدنا إذا زعف وقال لكم ما نكتبش قعدنا احنا رانا نسيسو فيه ومن بعد نروح ندور البيتزيريا نخلصوا عليه بيتزا شابة صحيح نسولا نقهوه ونتهلاو فيه هذا الوقت إذا زعف قال لك أنا ما نكتبش أو شكون اللي بيكتب الوقوف والتوقف العمودي جنقاطي فوق بعضه البعض بارك هكذا بلاها عندنا الوقوف والتوقف العام معنى كلمة عمودي فيرتيكال عن لاري ستاسيونو بلاكا راني قلتها لكم بلاكا كي تجي دايرك بلاكا كي تجي دايرك هاي 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 ما معنى عمودي عمودي حاجة واقفة فوالا كاين هوريزونتال كاين فيرتيكال هوريزونتال شوال افقي ما معنى افقي مشاو عليه بنعيبة هذا بنعيبة العمودي حنا بلاكا بلاكا تكون ستوب ولا سونس انتردي ولا سيدي لو باساج تقدر دير معاها سيرفي بلاكا بلاكا حداها ودير معاها سيرفي ستوب هذه راهي عمودية اي حاجة إشارة واقفة يسموها إشارة عمودية وأي إشارة مرسومة على قارعة الطريق أو موضوعة على قارعة الطريق يسموها إشارة أفقية كما تعلم من الراجلين تعلموا مهل مفهوم الأرصفة لالي كونتيني لالي ديسكونتيني لالي ميكس لالي اندرفيرتيسمو كاين هذو كاع خطوطة تاع الشريط الدراجة الهوائية اللي فلاش رابواتمو اللي فلاش سيليكسيون هادو كاع الاشارات اللي تكون موضوعه على الفودرون اللي يسموها قارعه الطريق لا شوسي يسموها اشاره افقيه بلاي اشاره عموديه راكم معايا غير لوحدي اشاره عموديه وكاين اشاره ضوئيه فيروج يسموها افارتيسور ليمينو فيروج فيروج ضوء احمر ضوء اخضر ضوء اصفر كاين تريكولور اللي هو نظام ثنائي الاضواء وكاين بيكولور نظام ثنائي الاضواء وكاين في جون كليونطو ولا في غوش ليونطو اللي يجي وحده يجي ايزولي وحده يجي وحده النظام ثلاثي الاضواء الثنائي وحده وكاين اضواء السياره عندنا فيها لافون عندنا فيها لاريير وعندنا اللي في فاكيتاتيف الاضواء الاساسيه الامامي والاضواء الاساسيه الخلفيه والاضواء الاختياريه ولا الاضواء الثانويه غادي تجينا فرصه ونقراو الاشارات الضوئيه منهم الاضواء ما نخرجوش من الدرس تاع اليوم قلنا الاشارات العموديه اللي هما البلايك ها مالي الاشارات العمودية هادو هما وريهم لهم ها مالي هادو هما الاشارات اول اشارة هادي يسموها دخول منطقة فيها الوقوف ممنوع التوقف مسموح الاشارة هادي يسموها ممنوع الوقوف مسموح التوقف هادي ممنوع الوقوف والتوقف هادي خروج من منطقة كان فيها الوقوف ممنوع نايا هنا اونتخي هنايا شنو نديرو؟ تاش ستاسيون مو انتردي لاري اوتوريزي
هنايا ستاسيونمون انتيردي لاري اوتوريزي، لاري ستاسيونمون انتيردي، هنايا سورتي خرجنا من المكان اللي كان فيه الوقوف والتوقف ممنوع. هادو كيسموهم اسمهم الاشارات عمودية. الاشارات العموديه العموديه عندنا نرسموهم هنايا. ها الاشارات العموديه، ها عندنا الاولى هذه، ها دخول المنطقه، وعندنا هذه الزوجه، ها وعندنا هذه الثالثه، ها وعندنا الرابعه. هذا نشوف النوار وراه نتحل تبيه. عندنا هذه ثاني في الكاري، وهذا صحيح الفروق من هذا. السلام عليكم. سلام. اكتب هنايا، تابعوا معايا. عندنا هذه كيسموها ممنوع هنا دخول، دخول منطقة فيها الوقوف ممنوع، توقف مسموح، توقف مسموح. هذه واحدة، هذه ديك بلاكة تقول هكا دخول. روحوا لهذه، هذه يسموها ممنوع الوقوف مسموح، توقف مسموح التوقف. هذه ممنوع ممنوع الوقوف التوقف و التوقف التوقف. هذه هذه خروج، خروج شكل خروج من ماذا؟ خروج من المنطقة، خروج من منطقة، من منطقة مالها كان فيها الوقوف فوالا، من منطقة كان فيها فيها الوقوف ممنوع، ممنوع التوقف مش صحيح، ممنوع هذا صحيح. اكتب هذا ولا اكتب صحيح. الفروق من هذه، هذا اسمه الوقوف التوقف العمودي، الوقوف التوقف العمودي. العمودي قلنا اول اشاره هذه دخول منطقه، دخول منطقه فيها الوقوف ممنوع، فيها الوقوف ممنوع التوقف مسموح، وهذه ممنوع الوقوف مسموح التوقف، ممنوع الوقوف مسموح التوقف، وهذه ممنوع الوقوف والتوقف لا ريستاسيون مونتيردي، وهذه خروج من منطقه كان فيها الوقوف ممنوع. مفروغ من هذا، زيدوا روحوا للحالة الزوجة اللي هي الوقوف والتوقف الأفقي. أكثر بالأحمر عندك الروج الأحمر هذا، الوقوف والتوقف العمودي الوقوف والتوقف الأفقي.